يا امنيه يا امنيه، انا زعلانه منك قوي يا امنيه. ليه بتكدبي عليا يا حبيبتي؟ انت عارفه لو تقولي لي الصدق انا عمري ما هعمل لك اي حاجه. انت عليكي في ايه يعني يا امنيه؟ تخشي تكسري الكوبايه في المطبخ واقول لك مين اللي كسرها، تقولي والله مش انا، بتحلفي ان انت مش انت اللي كسرتيها. يا حبيبتي قولي لي، ما انا ممكن اخش المطبخ بالليل مثلا حافيه رجلي تتعور من الازاز، صح ولا غلط يا حبيبتي؟ كسرت الكوبايه. طب بلاش الكوبايه، تليفوني يا امنيه. تليفوني بتلعبي فيه ليه يا حبيبتي؟ حبيبتي مسحتي لي التطبيق اللي انا كنت بعرف من عليه الطبيخ ازاي، الحاجات ازاي، مسحته لي ليه يا حبيبتي؟ بس في حاجه ولا ايه؟ لا ما فيش حاجه محمود والله. يا ده ندى والله انا عمري ما دخلت المطبخ ولا حتى عمري مسكت فكرت حتى امسك تليفونك، عشان معايا تليفوني ليه يعني امسك تليفونك؟ والله امنيه مزعلاكي ولا ايه؟ لا مش مزعلاني ولا حاجه يا محمود، امنيه زي بنتي والله. احكي لي بقى في ايه بقى؟ يا محمود دخلت المطبخ كسرت الكوبايه، مش تقولي ليه كسرت الكوبايه؟ ممكن رجلي تتعور انا داخله المطبخ، اسالها تقولي والله ما كسرتها، والله ما كسرتها. مسك التليفون مسح التطبيق، قول لها حبيبتي طب مسكت التليفون مسكت التطبيق ليه؟ قولي لي. والله ما مسكته. بتحلف كتير قوي يا محمود، بتحلف زي امها كتير. امها في الحلفان مالهاش حل في الحلفان. المشكله 30 يمين والله والمصحف وكدابه زي امك. بتقنعني يا محمود ان هي فعلا ما عملتش حاجه. يا بابا انا مش كدابه يا بابا، ما تصدقهاش. انا مش بكذب والله يا بابا. انا جايب لك بنت ندى، ماما ندى احلى من ماما بكتير. ده حتى ما بتقوليش يا ماما يا محمود، هي عمرها ما اعتبراني زي مامتها. دي بلاك دي مش امك، انا عارفه تربيه امها. خدي بنت عليها تعالي وفيني فؤادك هنا. بالراحه عليها يا محمود. اكيد جاء بقى انت تعالي تعالي وفيني هنا يلا، عامله زي امي. يا بابا انا ما عملتش حاجه. بطلي كلام يلا، خدي بفؤادك فوق يلا هنا، وشك للحيطه انا مش عايز اشوف وشك. يلا شبه امك يلا. اللي بنعلموك يا حبيبتي عشان مش عايزينك. وقفيني هنا وفايدك يلا. امها في الكذب مالهاش حل، انا طلقتها ليه؟ بس عارف يا محمود لازم نلحقها كده من الاول عشان ما تكبرش وتبقى كده. معلش انا تعبت معايا انت تتكي عليها برضه. معلش دي بنتي، دي انا بعشقها بس نفسي. ربنا يخليك ليا والله، والله العظيم انا عارف. ربنا يخليك. ارفعيلك يلا. بالراحه عليها يا محمود. ارفعيلك فوق يلا. كدابه زي امك. مش كدابه يا بابا. ارفعيلك يلا. فوق فيها كده بتاع ربع ساعة وشوف هتعملي معاها ايه. لا حرام دي. اسمعي مني بس، اسمعي مني عشان خاطري. ماشي. لازم تشد عليها شوية عشان نعدلوها. تمام. مش عاوزة حاجة؟ لا شكرا. باي باي. على نفسك. ماشي. باي باي يا حبيبتي. تعالي يا أمنية هنا. تعالي. أنا نفسي أسألك سؤال واحد. هو أنت مين يا حبيبتي اللي معلمك الحلفانات الكتير ده؟ مين؟ مامتك؟ والله يا ماما مش كدابه ولا بتحلف حلفانات كتير. وبعدين انت ندى مالكيش دعوه بماما. يا حول انت مالكيش عندها حاجه. بابا طلقها خالص انت ندى. وبعدين على فكره انا مش بكدب، انا مش كدابه يا بنتي. هو انا اللي قلت على مامتك كده ولا ابوكي اللي لسه قايل؟ على فكره انا احل من ابوكي عليكي انت ندى والله. وانت بتكلمي بتقولي انت دخلتي المطبخ وكسرتي الكوبايه وتمسكي تليفوني، انا فكرتك بتهزري معايا والله. خلاص يا امنيه اقفلي الموضوع ده، انا هعرف اعالجك منه. بس يا حبيبتي اللي بيكذب بيروح النار. برضه يا سندا ده انا مش كدابه. بصي بصي انا ذوقه معاكي، روحي العبي مع اصحابك في البيت. شفتي بقى انا حنينه ازاي؟ روحي العبي مع اصحابك في البيت. ماشي يا بنت ندى. بصي يا مكة هو انا بكذب يا مكة؟ لا يا امنيه. هو انا كدابه؟ لا يا امنيه. انا بحلف كتير؟ لا لا. طب ازاي مامتك؟ انتي حبيبتي يا امنيه وعمرك ما بتكدبي علينا. طب ازاي مامت بابا بتقول لبابا ان انا بكذب وبدخل بكسر الكوبايات كلها في المطبخ وبمسك تليفونها وبمسح حاجات؟ ازاي طيب؟ انا بعملش كل الكلام اللي هي بتقوله ده. انا فكرت انك بتهزر معايا وبابا يزعقلي بسببها. بتقولي انتي كدابه، بتقولي كدابه زي امك. ماما مش كدابه ولا بتحلف. ما تزعليش يا امنيه. بص كلام معايا بصراحه، انا عمري كدبت؟ انا بكذب عليكم؟ لا يا امنيه. طب ازاي طيب؟
بتضحك على بابا ليه؟ يا ندى بنت جوزك بره بتلعب مع اصحابها اهي، ادخل عادي قدامها؟ طب ماشي. وحشتيني بحبك. داخلك يلا. وحشتيني بحبك. وانت كمان وحشتيني وبحبك. هي اخدت بالها منك بره؟ يا نهار ابيض، اخدت بالها منك بره؟ اخدت بالها بصراحه. طب ادخل جوه عشان اقفل باب الجنينه. طيب وحشتيني. وانت كمان خش بس جوه اسمع مني. ما تاخرش عليا. اقفل باب الجنينه بسرعه والله. يلا بسرعه. ها امنيه. ايه يا مك؟ هو مين الراجل اللي دخل عندكم ده؟ ده عمك ولا خالي؟ انا معرفوش يا مك. طب بصي يا مكة، انا هدخل اشوف مين ده وهجيلك تاني. ماشي. بس انتوا الاتنين استنوني. ماشي. ما تمشوش. ماشي يا امنية. انت ندى؟ ايه يا امنية؟ هو مين دخل؟ مين دخل؟ مين دخل فين؟ انا شفت في حد دخل هنا بالليتنا. يا نهار ابيض يا امنية، على التهيؤات اللي انت بقيتي فيها دي يا امنية. حبيبتي نامي بدري، ما ينفعش كده. تهيؤات ايه يا دنت ندى؟ بس انا متأكدة انا شفت حد دخل جوه. راجل دخل. راجل كمان؟ أمنية ما ينفعش الكلام ده والكذب ده يا أمنية. أنا تعبت يا أمنية ومش عايزة أقول لبابا عليكي عشان ما هيضربك وهيعاقبك. طب والله يا دندنة أنا مش بكذب. يا بنتي ما أنا قدامك أهو. وبعدين أنا دلوقتي هسيق الشقة وهنضفها، مش عايزة أعاملك زي مرات الأبهات التانيين اللي بيمسكوا العيال وبيخلوهم ينضفوا الدنيا ويبهدلوهم. دندنة أنت متأكدة؟ في يا أمنية. مالك يا أمنية؟ يا حبيبتي ده أنا أحن من باباكي عليكي يا أمنية. بصي حتى خدي ال 20 جنيه دي هاتي بيها حاجه حلوه انت وصحابك. انت ندى انا مش بضحك عليكي والله. خلاص بقى يا حبيبتي بقى، خلاص بقى يا حبيبتي بقى. في ايه؟ خدي الفلوس وتاك، مفيش حد دخل، ما انا لوحدي اهو. استغفري ربنا حبيبتي، استغفري ربنا. انت مش زي امك كده مكنه في الحلفانات. بس قفلت باب الفيلا؟ قفلت. بس البنت لمحتك بجد. طب وليه النظام العمل ايه؟ ولا عمل ولا حاجه. انا البنت اسلام دي مكدباها قدام ابوها، ما بتعملش حاجه. بقول له ان هي عملت الحاجه دي، بقت كدبه قدامه قوي. بقى بيقول انها شبه امها بالظبط. طب تحب امشي عشان ما عملكيش مشاكل؟ لا يا عم، حتى لو قعدت تحلف يمين عظيمه هو عارف انها كدابه مش هتصدق. طب ما اقول لك فكره حلوه. ايه رايك لو تخبيني ورا الثلاجه وهتيجي تفتش في الشقه عشان لما ابقى ابوها يجي تبقى كدابه كدابه. حلوه الفكره دي. تعالى خبيك ورا الثلاجه. تعالى يلا. مخك جامد قوي. انت اللي مخك اجمد منك انا. طب يلا ما تاخرش عليا. ها ماشي، انا دي هتدور بسرعه بعد كده. مشيها. توحشيني. انت طالع يلا بسرعه. بس كده مكة. ايه يا امنيه؟ انا كده سبقتك دورين. ماشي. تعالي شوف الدور ده بقى، انا هسابق ولا انت تسابقيني؟ يلا يلا. نية تعالي، عايزاكي يا امنيه. نعم. تعالي يا امنية. تعالي يا امنية. كنت عايزاني بقى. انا زعلانة منك قوي على فكرة، عشان انتي قلتي ان في حد دخل الشقة هنا وبتكدبي ومفيش حد اسلم في الشقة. طب والله يا كنت ندى انا شفت حد دخل الشقة هنا. يا بنتي بتحلفي تاني برضو والله. ايه يا امنية؟ ايه والله كمية والله اللي بتقوليها على الكذب ده؟ طب والله ده ده والله انا ده مش بضحك عليك. طب يا ستي اللي هيحكم دلوقتي ان انت هتفتشي الشقة دي كلها ومش هتلاقي حد فعلا. انت اللي هتفتشيها بايدك. انا عارفة ان مامتك مسلطاكي عليا. خلاص انت ندى. اتفضلي بقى قدامي. دوري كده كويس، شوفي تحتك كنبة ورا كنبة. بصي الحتة اللي انت عايزاها. مفيش انت ندى. بصي بصي بصي، في حد هنا في الدولاب؟ تعالي. في حد هنا؟ في حد تحت الكرسي؟ في حد تحت الترابيزة؟ مفيش حد صح؟ اتفضلي قدامي دوري. بصي كده تحت السرير في حاجة؟ خلاص انزلي. لا هتنزلي تبصي. في حد؟ مش هنادي. مفيش حد. تعالي قدامي. في حد جوه التلاجة قدامي؟ طب هنا في حد؟ زعلانة قوي يا أمنية. حبيبتي الحلفانات الكتيرة والكذب الكتير ده تخش النار، حرام. وبعدين أنا بعاملك زي بنتي يا أمنية. أنا بعاملك زي بنتي صح ولا أنا غلطانة؟ أنا
ده انا احن من ابوكي عليك. عارفه يا امنية انت كان ممكن تقولي لبابا حاجه زي دي تعملي زعله كبيره قوي ما بيني وما بين بابا. طب انت يا دوب تقولي لبابا انا ممكن بجد زي ما انت بتقولي انا ممكن بيجي لي تحيات بجد. انا مش عايزاكي تسمعي كلام ماما تاني. بس ماما عشان خاطر ما تسمعيش كلام ماما. انت هدي ما تجيش دعوه ماما مش بتقولي حاجه والله. ماشي يا ستي ماليش دعوه ماما بس لو سمحتي ما تكذبيش تاني. خلاص ما تقوليش لبابا حاجه وانا زي ما انت بتقولي ممكن يكون بيجي لي تحيات. ماشي انا هبقى جدعه وصاحبتك ومش هقول لبابا عليكي بس انت كمان ما تكذبيش تاني خالص يا امنية. ماشي يا شباب انت بصي بقى يلا تعالي نروح نلعب مع اصحابك يلا ماشي اطلع يلا. ايه يا بنت دماغك دي عجبتك اقنعتيني ده انا اللي واقف ورا الثلاجه صدقت ان مفيش حد في الشقه والله والله خايفه كح والله تعرف بس كنت بوظت لك الكلام ده كله ما تقلقيش عليا بنت دماغك ده البنت بتحايل عليك تقولي والنبي ما تقولي لبابا والنبي ما تقولي لبابا انا كده طلعتها بقى كدابه رسمي خلاص انسى زحمه يا دنيا زحمه وتاهوا الحبايب زحمه ولا عادش رحمه مولد والصح وقايل